بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة ياسمين سليمان حمود الوضاحي من كلية صور الجامعية. اسم المشروع محطة حافلات بمدينة صور تحت إشراف الدكتور محمد عبد الهادي ومس فاطمة الجمعة العريمي. مدينة صور هي مدينة واعدة تتميز بالعديد من الخصائص الاقتصادية والسياحية التي تمكنها من لعب دور هام في اقتصاد بلدنا الحبيب سلطنة عمان، إذا تم توجه السياسة التعليمية في كلية صور الجامعية بالدرجة الأولى لخدمة وتطوير المجتمع الصوري بوجه عام، والذي بدوره سينعكس على سلطنة عمان بإذن الله. سبب اختيار المشروع: تعتبر مدينة صور مدينة كبيرة تقع على البحر مترامية الأطراف، تشمل العديد من الجنسيات المختلفة وبكثافة سكانية عالية، لكنها تحتاج إلى مواصلات عامة ومن ثم إلى محطة نقل لنقل أفراد المدينة من مكان إلى آخر، وكذلك الربط بين أجزاء المدينة المختلفة، وحاجة المجتمع للنهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق الحد من البطالة من خلال منح أفراد المجتمع فرص العمل في محطة الحافلات وكذلك في وسائل المواصلات العامة، وتوفير أكبر قدر من النفط للتصدير، وذلك من خلال تقليل معدل امتلاك السيارات في الأسرة الواحدة، والعمل على حل أزمة المرور والازدحام الذي حاصل في وسط المدينة الآن. وموقع محطة الركاب المقترح يقع بعيد عن السوق والازدحام، بحيث يقع على بداية الطريق السريع الذي يربط مدينة صور بمسقط، وهذا الأمر الذي يؤدي على التقليل من الازدحام في وسط المدينة. كما نلاحظ في هذه الصورة محطة الحافلات القديمة الموجودة في المدينة، فهي موجودة في وسط السوق وبين الازدحام، والأخرى موجودة في الشارع العام. وهذه بعض صور من العقد التي تكثر بها الازدحام في طوال الشارع العام، وهذه بعض الصور للمدينة التي تكثر فيها الازدحام. في هذه الصورة يوضح ارتفاع النفط، ونحن بحاجة إلى النفط للتصدير، وبالتالي يجب علينا التقليل من عدد السيارات المستهلكة للتقليل من الازدحام والتقليل من النفط، وبالتالي يجب علينا عمل محطة الحافلات هذه للتقليل من امتلاك السيارات للأفراد. فالموقع المقترح الجديد يقع بعيدا عن السوق وعن الازدحام الذي يربط مسقط بصور. والآن ننتقل للفكرة العامة للمشروع. تستمد الفكرة العامة للمشروع على الربط بين موقع ووظيفة المشروع. فموقع صور كما تحدثنا سابقا مطل على البحر، فاستوحيت الفكرة من الحيوان البحري الذي يدعى باللخمة، الذي يتميز بالسرعة والخفة، والذي تتناسب مع الوظيفة الأساسية لهذا المشروع، وكذلك من فكرة تراث طبيعة عمان باستخدام شكل المشربية للحماية من الشمس، ومن شكل الجبال المنتشرة في سلطنة عمان ووظيفتها الجيدة الاستقرار والقوة. وفي هذه الصورة يوضح الموقع العام للمحطة كما تحدثنا سابقا، فهو بعيد عن منطقة الازدحام والسوق، وهذا هو حيوان اللخمة الذي يتميز بالسرعة والخفة. وفي شكل المبنى العام من الأعلى يوضح شكل حيوان اللخمة. ننتقل إلى مكونات المشروع. يتكون المشروع من جزئين أساسيين يربط بينهما منطقة خدمات مشتركة، الجزء الأول وهو صالة السفر الداخلية، والجزء الثاني وهو صالة السفر الإقليمية، ويربط بين الجزئين منطقة خدمات مشتركة تحتوي على مبنى الإدارة ومنطقة الانتظار، قاعة التذاكر والكافتيريا، مركز التسوق وهي المحلات التجارية المختلفة، ومكاتب الإدارة، المسجد، مركز الشرطة وسيارات الإسعاف، محطة الإطفاء، منطقة وقوف السيارات، ومنطقة وقوف الحافلات. في هذا المخطط يوضح المدخل الرئيسي للمحطة ومكان لبيع التذاكر في كلا الجانبين وبعض المناطق الانتظار والاستراحة، وفي الوسط يوجد معنا المحلات التجارية المختلفة، وعلى الجانبين المحطات الانتظار الداخلية والإقليمية وبعض الخدمات ودورات المياه الموجودة والكافتيريا في المنتصف. وفي الطابق الثاني يوجد المسجد وبعض المكاتب الإدارية المختلفة.
في هذه الصورة توضح الواجهة الغربية في ويوضح شكل السقف في شكل الجبال المنتشرة في سلطنة عمان، وفي شكل النوافذ يوجد عليها شكل المشربية. وفي هذه الصورة توضح الواجهة الجنوبية وهي الواجهة الرئيسية للمبنى، في شكل السقف يوضح شكل الجبال أيضا وشكل النوافذ في شكل المشربية. وفي هذه الصورة يوضح القطاع داخل المحطة ويوضح أماكن لبيع التذاكر. وهذه هي بعض اللقطات للمحطة: المدخل العام، منطقة وقوف الحافلات، بوابة لدخول وخروج الحافلات، صورة ملتقطة من داخل الكافتيريا، وهذه مناظير عامة للمشروع، وهذه صورة بالأبيض والأسود للمشروع توضح مكان السيارة الإسعاف والإطفاء. وهذا هو توضح المدخل الرئيسي للمحطة والمدخل الرئيسي لدخول المحطة للسيارات ولقطة جانبية للمحطة. والآن نبقى مع فيديو قصير للمحطة.